الكورة والكوب مازال يعاود ويجيب السكوب استاتيستيك مع مافيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو IFM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة 7:06 دقائق على IFM أحلى راديو مساء الخير مرحبا بكم عسلامتكم في عدد جديد من سبورت بلوس اليوم نهار الاثنين 15 فيفري 2021 تحية للجميع وين ما كانوا في المتابعة والاستماع حلقة جديدة نتناولها مع بعضنا وعودة يومية كالعادة على آخر أهم المستجدات الرياضية في تونس وكذلك في العالم تحية للجميع داخل تونس خارج تونس اللي تفرجوا فينا مباشرة في IFM TV 24 ساعة على 24 كذلك على الباج IFM سبورت مرحبا بكم مرحبا بالجميع في IFM Sport Plus اليوم نحكي عودة بالتحليل الفني لمباريات أنديتنا في المسابقات الإفريقية الويكاند اللي تعدى ترجي يفوز ولا يقنع أساسيس والنجم خطوة نحو دور المجموعات لكن ماذا على الاتحاد المنستيري كذلك مباراة منتخبنا الأواسط أمام بوركينا فاسو نهاية المباراة بالتعادل 0-0 وباش نحكيو على انتخابات النادي الإفريقي اليوم مع ماضي 3 غلق باب الترشحات ورسميا قائمة وحيدة في انتخابات نهار لحد قائمة يوسف العلمية ليكيب الكل حاضرة معاكم عزة تويتي في الإخراج بشرة سعيد في الإعداد ويام وإيمان في الديجيتال والإخراج الرقمي في IFM TV وكذلك أحمد شورى على مستوى السيت ويب وأنا أيمن زروق بشرفكم رفقة الثلاثي من توا حتى الثمانية متاع الليل شارة القيادة لحسام الحاج علي مساء النور مرحبا حسام أول مرة بعد بداية الموسم أي نظرا للغيابات العديدة في صفوف الفريق اي لا والله يظهر لك معناتها وبليت مرنت على الفراد قبل ما تاخذ عرفت هذيك في الجريدة فلان فلان يتمر على الفراد والفراد وانتظار ضوء الاخضر وخاصة ترنينا عليها ترنيت على شارة القيادة عليها ثم شكون تنبز هو على جنب تو نقول لك برشا تنبز طبس راسك خلينا حتى مرة في العام شنو هو لك حسين من نادر فراس الكابتن سمير كل المستمعات والمستمعين في تونس وخارج تونس وانا أكد لك لو عنا برشا 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 ناس يسمعوا فينا خارج تونس في فرنسا في قطر في الإمارات في السعودية عنا كمبوديا من البلدان خليه على جنب كمبوديا ذاك اش نفرح به واحد والله كمبوديا في الإميسيون اي سيدي مرحبا بك حسام الحاج علي كذلك رفقنا نادر داود مساء الخير مرحبا نادر مرحبا بك زادوق تحية ليك حسام هاو منور خويا أنيق بوجودك فراس مرحبا بك خويا تحية للكابتن سمير قيس اليعقوبي اللي كان معنا زميلنا ولكل السادة المستمعين وخيان الكل عزة وبشرة ووئام هاي قاعدة تعمل فيه هكا نقشات هكا لايف ولا شنو اللي دي فازت جديدة هذه متاع انستغرام ستوريات وكل التقنيين اللي أمنونا الحصة هذه جماعة الديجيتال وإن شاء الله حصة طيبة إن شاء الله مرحبا بك نادر ولو أنه كي شارة القيادة عند حسام الحاج علي ما نعرفش عليش طب سراس والله طبعا وتغشش هل أنا سعيد جدا سعيد جدا بشنو أنا نشيخ باللافيون قذوب أنا العمل الجماعي نشيخ فيه مرحبا بك حتى مشكل مرحبا نادر كذلك رفقنا اليوم فراس الكافي مساء الخير مرحبا فراس مساء النور أيمن مساء النور المستمعين كل يوم خريط خبر به صباح اللي هو دينا به هكا اليوم الكاف خرجت ترتيب أحسن 20 فريق من عام 2001 ل2021 والأربع فرق تونسية موجودين الترجي في المرتبة الثالثة سي اس اس في المرتبة التاسعة نجم هذي الساحلي في المرتبة السابعة والنادي الإفريقي في المرتبة 18 دونك هذي حاجة باهية توري أنه في العشرين سنة الأخرى معناتها الكرة التونسية بربي لول وثاني شكون الأهلي مازنبي أهلي مازنبي الزمالك قداش الزمالك زاد مع الترجي في التوب 5 مع الترجي في التوب 5 تحيه ليك فراس نادر وحسام الحاج علي كذلك تحيه كبيره برشا لوليد الساحلي بعث لنا ميساج يقول انا وليد من كمبوديا اي نعم في كمبوديا حليت الجوجل مابس باش نعرف قداش تبعد تونس على كمبوديا قال لك يحب نسلم عليكم الناس الكل على ليكيب الكل ان شاء الله ربي معاكم ميرسي بوكو وليد نسمع فيكم كل نهار بون كونتينياسيون بالتوفيق وقال عديل الميساج نحب نسلم على عائلتي اللي عنده 3 سنين ما روحش لتونس ما معش تغيب ياسر في كمبوديا 3 سنين تروح تتسويت مرحبا بك وليد مرحبا بالجميع ويمنا كانوا في الاستماع مرحبا الناس الكل باش نبداو كي العادة بالانفو دي جور كما قلنا اليوم باش نحكيو على المسابقات الافريقية باش نرجعوا بالتفصيل وتحليل مباراة الترجي سي سي النجم والاتحاد المنستيري والبداية بالانفو دي جور واخر واهم الاخبار في اخر 24 ساعة
لانفو دو جور. منتخب الأواسط لأقل من 20 سنة مباراة الافتتاحية لمنتخبنا في كان موريتانيا، نهاية المباراة ضد منتخب بوركينا فاسو قبل شوية بنتيجة التعادل السلبي 0-0، أولى مباريات منتخبنا في كان. تعليقكم على الخبر هذا في انتظار نعطيو التشكيلة الأساسية أونتر تون كيفاش سامحني أي بالبلايك ميسالش معناتها منتخب الأواسط نعطيو التشكيلة الياس الدمرجي زغادة عزيز القاسمي الفرجاني إدم باليمين مارك اللمتي مع زدام علي العمري من الاساس شهاب العبيدي نبيل المقني والعياري لاعب شيفيلد يونايتد. هذه التشكيله اللي بدات اليوم وتعادت 0-0 جيم لي فراس وجيم لي حسام الحاج علي. فراس جيم للنتيجه ولا للتشكيله ولا كيفاش؟ جيم للمنتخب هذايا الكل معناتها النتيجه. ممكن انا للاسف ما تمكنتش باش نشوف المقابله كشان تفرج فيها اكيد، انه مبدئيا هك على بعيد انه الفريق معناتها ما يكلش هدف في المقابله الاولى في كومبيتيسيون اكسترا، مستوى المنافسه هذاك معناتها حاجه اخرى. ما حبيت نقول انه الكومبيتيسيون هذايا يو 20 معناتها الجوارات هذوما هما مستقبل المنتخب الرياضي المنتخب الوطني التونسي، ويظهر لي معناتها اليوم هما كيما العياري ومقني مثلا في خط الهجوم فرصه باش يوريو رواحهم زاده للمدرب الوطني سيمونز الكبير، خاطر عندنا كاس افريقيا على قريب والكلنا نعرفوا شنو يعاني المنتخب الوطني على مستوى الهجوم. فنتمنى وكان باهي وانه المقابله الجايه تكون خير ونراوهم جوارات هذوما معناتها يورينا كوره ان شاء الله. نادر داود كي نشوفوا التشكيله الاساسيه نلقاو سبعه يلعبوا ينشطوا خارج تونس. اي جيم باش نرجع لك خلينا النقطه هذيا مع نادر. سبعه ملاعبين من منتخب اقل من 20 سنه يلعبوا في بطولات خارج تونس واربعه يلعبوا في تونس. نحكيو على شهاب العبيدي زغاده وعزيز القاسمي من النادي الافريقي وعلي العامري من نادي الرياضي الصفاقسي البقيه فيرونا شيفيلد يونايتد هانوفر بتبع مارك اللامتي كذلك الياس دمرجي من رين من بطولة السويد من سلوفينيا عديد البطولات الأوروبية. فرجاني كذلك الجديد الوافد الجديد والمهم جدا في محور الدفاع. محور الدفاع طبعا هو هذه حاجة نقطة إيجابية وحكينا عليها وقلنا أنه محمد سليم بن عثمان قام بعمل كبير في اكتشاف الملاعبية هذوما مع الإدارة الفنية بالتواصل مع المدرب ماهر الكنزاري اللي تم تقريبا تجربة ما لا يقل عن 30 40 أو حتى 50 لاعب اللي يشتوا البرا بعد تقرر رائع المجموعة هذه. اللي علاش نفرح أنا الملاعبية هذوما لأنهم أنك تجيبهم وتلعب مع المنتخب تغرمهم الحين تولي أسهل التعلق متاحهم أنهم بعد يكون في فريق الأكابر ينجموا يلعبوا أكثر من أنه أفضل من أنه يتألق في عمر 22 23 25 سنة ومن بعد أنك تحاول تستقبله. وبالتالي نقول أنا فكرة طيبة رمزي الفرجاني لاعب محور دفاع، واللي لفت انتباهي أنه تعرف حتى عندنا مشاكل على مستوى محور الدفاع باستثناء ديلان برون ومرياح تقريبا ما عندناش ثلاثة أربعة لاعبين محور دفاع ممتازين في فريق الأكابر. دونك الملاعبين هذوما كما فرجاني كما باللامين قادرين أنهم ياخذوا المشعل. ثم ذكاء من الإطار الفني أنه استعمل كذلك لاعبي الإفريقي اللي هما كومبيتيتيف واللي فرضت الظروف أنهم يلعبوا عندهم نسق المقابلات خاصة عزيز القاسمي وزغادة على الجهة اليمين واليسار والعبيدي فهمت البقية الكل دونك محترفين كيف كيف حارس المرمى. دونك نتمناو أنه يواصلوا. تعرف هذه أصعب مقابلة تقريبا بوركينا فاسو لأنه بعد عندنا ناميبيا وافريقيا الوسطى ما هماش يعني من الحجم الكبير، وبالتالي تعادل في أول مقابلة مع منتخب محترم اليوم بوركينا فاسو تعتبر نتيجة إيجابية. حسام أنت حطيت جيم شنو نجم نضيفه بارابور الكلام اللي تقول؟ شوف أنا حطيت جيم ليس لحكاية اللاعبين هذوما اللي معناها شفناهم احنا في التصفيات وشفناهم معناها لاعبين سيء ولا توا كونفيمي في المنتخب الاواسط ولينا نعرفوهم. انا حطيت جيم لاني كنت نعرف النتيجه تقريبا قبل ما تلعب المباراه. بون خاطر كي تشوف ماهر كانزاري شقار وتشوف مدرب منتخب بوركينا فاسو البارح تفهم اللي تقريبا الفريقين مش يلعبوا من اجل التعادل، خاطر نعرف احنا يترشحوا الاول والثاني والفريقين هذوما هما الابرز. معناها يقول لك كي نعمل تعادل في بعضنا ما نخسروش دي بوان ومن بعد نجيب سي بوان في بقيه المباريات الاخرين نتعدي واثنين ممكن باش تفرق الجول فيراج. دونك الاهم تدخل في الكومبيتيسيون ما تخسرش، والمنافس معاك المباشر ما تخسرش معاه خاصه لما تلعب في دوري مجموعات هكايا راي يلزم حسابات، يلزمك تحسب شنو هو المنافس نتاعك تربح هذا ما تخسرش مع هذا، مع انه النسق والريتم تاع المباريات يجيب الكومبيتيسيون ما تدخلش من الاول وتلوج على الربح وتخسر وتدخل بخساره وتولي اوبليغاسيون دي ريزولتا في الماتش الثاني والماتش الثالث. لذلك
معناه كلام مدرب ذلك بركينا فاسو نفس الشيء، قال تونس هي المنافس نتاعنا في هذه المجموعه. معناه اثنين صراحه ما شفتش الماتش، معناه هل كانت سيطره لتونس سيطره لبوركينا فاسو ما نعرفش، اما النتيجه 0-0 والكلام تاع المدربين قبل المباراه وهذا منطقي، نتيجه منطقيه كما قال نادر يظهر لي اللعبه واللي باك باش تحط على ناميبيا ومنتخب افريقيا الوسطى باعتبار زوز الاولانيين ترشحوا واحسن ثالث معناها مش موضوع معناها نتاع ترشح، معناها الحسابات باش تبدا من الدور اللي بعده. باهي بالطبيعه الحساب ان شاء الله في الدور اللي بعده، ان شاء الله منتخبنا يتاهل للدور القادم بالطبيعه باش يكون عندنا متابعه لمنتخب الاواسط في مباريات القادمه، بالتوفيق ليه في كاس بطوله افريقيا لاقل من 20 سنه. بعد شويه باش نحكيو على الجديدة لرامي الجريدي، وباش نحكيو على غلق باب الترشحات وقائمه يوسف العلمي في رئاسيه النادي الافريقي. هذا كله باش نتناولوا مع بعضنا بعد الفاصل، وكذلك بعد لانفو ترافيك مع صديقتنا ايناس اخر اخبار الطرقات، باش نرجعوا بعد شويه في سبور بلس. في سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل. رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:19 دقيقه، مازلنا مواصلين في الانفو دي جور، باش نحكيوا على الخبر اليوم والاعلان الرسمي من قبل مستقبل سليمان، ورامي جريدي يتعاقد مع مستقبل سليمان بعد نهايه العلاقه نتاعو كما ذكروا الناس الكل مع الترجي الرياضي التونسي مع نهايه عقده في نهايه سبتمبر الفارط. تعليقهم على الخبر هذايا رامي الجريدي حارس جديد لمستقبل سليمان، جيم لحسام الحاج علي، جادور لفراس الكيفي، في انتظار ردة الفعل لنادر داود. خلينا نبدا معاك فراس، جادور لمستقبل سليمان ام لرامي جريدي ام لهذا الزوز؟ الزوز خاطر اولا حاجه ممتازه انه جارديان معناتها يرجع يلعب، هذه معناتها رامي جريدي كان حارس منتخب الوطني معناتها في الرابطه الاولى نعرفوه سنوات اكسترا. مستقبل سليمان فريق عنده طموحات، يظهر لي حارس كيما رامي جريدي ينجم يجيب، ما نعرفش على جاهزيته البدنيه اكسترا هل قادر انه يلعب توا، مي الفريق كيما مستقبل سليمان انه عندك حارس كيف من هكا نتصور معناتها يطلع في القيمه الفنيه نتاع الرصيد البشري الكل، دونك انتداب سكي ضربت مع الميه الوالد جلال. سؤالي ليك نادر، نجيو نرجعوا للجيم تاع حسام الحاج علي، من سيضيف لمن؟ مستقبل سليمان سيضيف لرامي جريدي ويعاود يرولونسي في الكارير نتاعو، ام رامي جريدي هو من سيضيف لمستقبل سليمان ويعطي من الخبره نتاعو اللي اكتسبها في مع ليكيب ناسيونال ومع نادي صفاقسي ترجي وغيره من الملعب التونسي وغيره من لي باساج اللي قام بهم؟ مستقبل سليمان عنده اشرف عبد العفور حارس المرمى اللي هو حارس محترم جدا موجود مزبوز الفا اي دونك يمكن هو يبحث عن حارس عنده الخبره في ضبط المحترف الاولى. يلقى رامي جريدي منذ خروجه يعني ما ثماش عروض تقريبا من انديه اخرى، شفنا هذيك التحول كان قاب قوسين وادنى التحول لنادي البنزرتي في اخر يوم الميركاتو اللي تعديت، دونك عنده فتره رامي بعيد على الملاعب. نتمناو انه طبعا في سن 36 سنه رامي مواليد 84 سبتمبر 84 يعني ما اعتقد يعني 37 سبعة تقريبا، دونك هي واحدة توه يعني تنجم تنجح تنجم لا، فهمت؟ حارس مرمى يلزمه حتى وقت باش يسترجع مؤهلاته، نتمناه انه يقدم الاضافة وكاو باش تحب نقول نفس السؤال لحسام الحاج علي، وانت حطيت جيم، شكون اللي باش يجيب شكون اللي باش يضيف لشكون؟ رامي جريدي لمستقبل سليمان لمستقبل سليمان ام العكس؟ هو الاكيد اللي مستقبل سليمان هو اللي باش يزيد لرامي جريدي، في انتظار رامي جريدي يزيد المستقبل سليمان ولا على خاطر علاش مستقبل سليمان على الاقل اللي نشوفوا فيه تو قدامنا في الوقت الحالي انقذ رامي جريدي من البطال. صحيح رامي جريدي من غير جمعيه هكا ولا مش قاعد يلعب ملي وفاء عقده مع الترجي، انك تلقى فريق يجيبك في الدرجه علاش الأولى. ما نقولوش رامي جريدي يختار مستقبل سليمان رغم وجود عروض اخرى؟ على الاقل ما سمعناش احنا على الاقل شوي. يمكن عنده عروض اخرى ما قبلش. حاجه اخرى انا اللي عندي قدامي توا رامي جريدي من غير جمعيه وسكر الميركاتو ومستقبل سليمان جاب رامي جريدي، معناها مستقبل سليمان هو اللي انقذ رامي جريدي. بلاش كان نجم نطرحها اوترومون، في انا فريق في الرابطه الاولى ينجم اليوم يكون فما رامي جريدي معناتها سمعنا سي بي هو كان ما صارش اشكال شخصي مع على اساس انه كان هو باش يقعد في نفس المستوى يعني في الاربعه الاولانيين مبدئيا دومانيير تراديسيونيل الافريقي ما نجمش يتقدم. نادي صفاقسي عنده حارس، نجم رياضي الساحلي فما البلبولي، دونك معناتها باش يكون فريق من بقيه التابلو. لا ما سمعناش حتى بقيه التابلو ما سمعناش احنا، ما سمعناش خاطر تعرف كما عروض تخرج صحيح ما سمعناش توا. هل رامي جريدي باش يضيف المستقبل سليمان؟
هنا ذراعك يعلف. الايام مبينه. الايام مبينه. وانت على الاقل جمعيه اعطتك عقد في الدرجه الاولى، انت مفروض في العمر هذا راك حاضر بدنيا، راك تترين، راك ما وقفتش. ثم هو المؤكد انه رامي جريدي قاعدي يترين. هذا المنطق، هذا المنطق. انت توا عليك توا توري اللي مستقبل سليمان عندها الحق انها عملتك هذا العقد. الخبر الاخير في الانفو ديجور، وبعد شويه باش نحكيوا على المسابقات الافريقيه. رسميا ونهائيا غلق باب الترشحات لرئاسه النادي الافريقي وبالطبيعه للهيئه المديره. اليوم عمضي ثلاثه بقائمه وحيده وهي قائمه يوسف العلمي. نذكروا مره اخرى بالاعضاء اللي هما رشيد زمرلي، علي علول، مهدي الغربي، حامد مبارك، سامي القاضي، مصطفى نابولتان، وشهاب الغزويني. دونك هذا الخبر اليوم. رسميا غلق باب الترشحات مع عمضي ثلاثه، ولم ترد على لجنة المستقلة للانتخابات أي قائمة أخرى بخلاف القائمة هذه اللي كنا نحكيو عليها اللي تقدمت رسميا نهار السبت. جادوخ حسام الحاج علي في انتظار البقية. جادوخ جادوخ للقائمة لشنو بالضبط؟ كل شيء. وأخيرا افتكينا من هذا الموضوع، هيئة مديرة منحلة، فراغ مش فراغ، موجودة مش موجودة. الأكيد أيمن، الأكيد في انتظار كما كنت نحكي على جريدي، في انتظار شنو باش تقوم به الهيئه هذه. اما الاكيد اللي انا نبصب عليه بالعشره واللي انا متاكد منه، اللي الهيئه هذه كلوبيستيه 100%، يعشقوا النادي الافريقي، ناس على معرفتي بهم ناس مضاف، ناس عندهم خبره في التسيير الرياضي، خدموا كمسؤولين وجايين كجروب اوموجين. خاطر راهو ديما راهو الهيئه المديره ساعات تلمهم وتلقى بعد ثلاث اربع ايام هذا متعارك مع هذا، وهذا مش صاحب هذا، وهذا عمر لهذا، ولا شنو تعطيتنيش البوست هذا. ناس معناها قراب لبعضهم، والوبجيكتيف نتاعهم هو يرجعوا النادي الافريقي في بلاستو المفروض اللي يكون فيها. لكن كيف هذا هو الكيف؟ هما الكره عندهم الخدمه. خاطر نعرف احنا اهم شيء سيبري مهمة الكومبيتونس ومهمة النظافة ومهمة كذا، لكن ثم عاملين مهمين وهما الأهم بالنسبة لي أنا، هما الفلوس. خاطر أوكي تو سمعنا حمادي بوسبيع باش يعطي معناها نتاع سنتين، وثم القطرية وكذا، باش يمشيو في خلاص الديون. الديون الديون تو أنت تسير الجمعية ديجا باش تكون خذيت القرض الثاني البارتي الثانية نتاع القطرية، وباش تكون حمادي بوسبيع نتاع عامين سابقين، معناها ما عندكش فلوس خلين داخلين نورمالمون، معناها يزمك الخدمة باش تجيب برشا فلوس. خاطر تسير جمعية بحجم النادي الافريقي تحتاج برشا فلوس. وثاني شيء اللي انا مهم وان شاء الله نتمنى انهم يكونوا عاملين حسابه، المشكلة تاع النادي الافريقي السنوات اللي فاتت للكل ابار معناها موفيز جيستيون بس كل شيء، اسكو خاطر جايين على اربع سنين هكا ولا ثم استراتيجية واضحة نتاع خدمة اللي كل واحد شنو التاش نتاعو وشنو باش يعمل وعنده اوبجيكتيف نتاع كور تيرم توا نتاع موين تيرم نتاع لون تيرم نتاع ليفيكتيف وتوزيع الريال الدنيا كل. هل ثم استراتيجيه واضحه نتاع خدمه؟ خاطر المشكله النادي الافريقي اعطيني اليوم نحكي لك مع الهيئات اللي فارتوا، اعطيني اليوم واعطيني ونجيب سبع انتدابات وعشره ونعمل كذا ومن بعد نغرق. هل ثم جدا استراتيجيه؟ خاطر ناس كومبيتون وناس مثقفين وناس يحبوا النادي الافريقي المفروض تكون ثم استراتيجيه، وناس سيرتو نحكي على الفولي تكنيك اللي يهمني، عاملين ناس باش تلهب الفولي تكنيك في بلون دو ترافاي كيفاش تحب النادي الافريقي توا والجاي. واضح جدا في علاقه بالفلوس اليوم مهم جدا ناخذوا اخر ميزاجور نتاع اللطخه نتاع الجماهير اللي هي بدات منذ الاسبوع الفارط. اليوم وصلت المليار و320 مليون، يعني مش اليوم لموا مليار بطبيعه طيله الاسبوع الفارط، ومع الفلوس نتاع اليوم وصلت المليار و320 مليون. نذكروا انه الاوبجيكتيف هو زوز مليارات بالنسبه للطخه هذيا من هنا لاخر الجمعه. الكره عند جماهير النادي الافريقي، هل باش تلم 780 مليون على الاقل يوصل الاوبجيكتيف تاع زوز مليارات مع شنو باش يدخل منا ومنا و اكثر من المطلوب ب 100 مره. باهي فراس كافي، وانت زاد حطيت جادور، نجموا نعتبروا اليوم القائمه هذيا قائمه في طريق مفتوح الحقيقه، قائمه وحيده ترشحت والانتخابات نهار 21 نهار لحد الجاي تقريبا. نجموا نعتبروا نجموا اليوم نقولوا قبل الاوان نتاعو قبل الانتخابات، نجموا نقولوا اليوم انه تعرفنا على الهيئه المديره، تعرفنا على الهيئه المديره وعلى رئيس النادي الافريقي الجديد اللي هو السيد يوسف العلمي اللي سوف
اوف سيربريز باش يكون هو رئيس النادي الافريقي نهار الاثنين جاي في الوقت هذاك. فوالا اولا على مستوى الاسماء، اول حاجه المهمه انه جات قائمه كما قلت حسام، واخيرا جات قائمه، وانه نجم نقولوا انه رسميا تطويت صفحه عبد السلام اليونسي، ممسي التركة هي المشكلة الكبيرة، لكن اليوم نعرفوا اللي فما هيئة جديدة باش تسلم لها الهيئة التسييرية. على مستوى الأسماء اللي فيها هذوما، معناتها أسماء يعرفوهم جماهير النادي الإفريقي، مرتبطين بنجاحات للنادي الإفريقي في السنوات الأخيرة، معناتها هذا مهم ويدل معناتها على الكفاءة. نجاحات رياضية قصدك؟ نجاحات رياضية، يعني يوسف العلمي كان رئيس فرع كرة القدم وقت اللي النادي الإفريقي هز البطولة آخر مرة عام 2015، معناتها مهدي الغربي كان في فرع السباحة معناتها، ويعرفوه الشيء ذا جماهير النادي الإفريقي، وفرع كان ناجح جدا ولا يزال. دونك على مستوى الأسماء القائمة، رشيد كان بورت بارول قبل، علي علولو كان زاد بورت بارول في الهيئة التسييرية مع مصطفى نابوتاناي. فوالا دونك على مستوى الأسماء الجماهير ناس تعرفهم وعندها فيهم ثقة مبدئيا، اللي هي حاجة بعيدة ياسر على الهيئة اللي كانت قبل. المعطى نتاع ثقة مهم جدا، مهم جدا معطى الثقة، مع خاطر بداية من النهار الأولاني نتاع الهيئة هذيا يلزم تعاود تبني الثقه اللي تدمرت على 3 سنين الاخرانيين، خاطر الازمه نتاع النادي الافريقي نجم يخرج يخرج منها كان بالهيئه وبالجماهير نتاعو، انه الناس الكل تكون على كلمه واحده. انا نحب جوست نكمل مع حسام على فكره مشروع. اوكي الجمعه هذيا من هوني للنهار لحد جاي باش تصير الانتخابات، البريود ماهيش طويله، لكن هذا ما يمنعش انه الجماهير زاده ماذا بها تعرف شنو ناويين القائمه هذيا، شنو الاستراتيجي اللي عندهم على المستوى الرياضي، على المستوى المالي، على المستوى الاداري. ما ننساوش حاجه اخرى، النادي الافريقي ماهوش كره قدم فقط، زاده فما نادي كامل فيه 4 أو 5 رياضات. دونك هذيا الكل راهو جماهير النادي الافريقي يهمها، وقايد زاده قبل الانتخابات هذيا، خاطر زاده كان جات فما ليست اخرى راهو صار حوار و و و و وعلي علولو قال اليوم راهو قال عنا برنامج واضح، اي ماذا بين تعرفوا على البرنامج، اي معناتها حاجات واضحه. حاجه اخيره ومهمه، انه على المستوى الرياضي تطلعات جماهير النادي الافريقي، انا قبيله كي قلت انه في ال 20 سنه الاخرى النادي الافريقي من اقوى معناتها من احسن 20 فريق في افريقيا، راهو هذايا النادي الافريقي ما كانوا الطبيعي. النادي الافريقي 5 سنين الاخرى بطوله، 2 كؤوس، نصف نهائي كاف، دخل بول تشامبيونز ليج، يعني رياضيا ما كانش سيء برشا. الوضعيه السنه ممكن اكسيدون كبير صار، لكن الجماهير تستنى انه ممكن ممكن بتات السنه القادمه ليه، لكن اللي بعدها انه يرجع للمستويات هذه. نادر مهم جدا زاد انه اون اسيست على البوان تاع الثقه، علاش الثقه هنا؟ الاغلبيه تاع جماهير النادي الافريقي عندها ثقه في الاسماء تاع القائمه اللي خرجت نهار السبت، حتى انه تبعنا في الويكاند اللي صار البارح ثم التسريبات اللي خرج انه ثم قائمه اخرى باش تترشح، فالناس الكل قالوا ثم رافض، معناتها بو امبورت شكون فيه القائمه الاخرى، اون توكا لازم الناس الكل موبيليز في اسامي قائمه وحيده وفي الاسامي المعينين، واللي الناس كل عندهم ثقه في انتمائهم في حبهم وفي نجاحاتهم سابقا. العامل نتاع الثقه مهم ومهم جدا ليان سيرتان مومون تفقدت، نحب ولا نكره في النادي الافريقي. حتى اللي قبلهم كانوا ينتمون للنادي الافريقي ويحبوا النادي الافريقي وعملوا هفوات تسييريه كبيره واضروا بالنادي الافريقي، ثم ناس ما عاشت من النادي الافريقي. الملاحظه الاولى هو انه كلام اللي قلناه الأسبوع الفارط تأكد هذا الأسبوع. احنا الأسبوع الفارط قلنا أنه الهيئة التسييرية هذه لما أول حاجة أقدمت عليها هي تغيير الإطار الفني، يعني وكأني هيئة تسييرية عندها كاسكيت تاع الهيئة الجاية. وظهر أنه سي مهدي الغربي اللي هو كان في الهيئة التسييرية دونك موجود في الهيئة هذه، دونك منطقي انه يتم تغيير الاطار الفني والاختيار على منتصر الوحيشي اللي هو تقريبا خدم مع رشيد الزمردي، نعرفوا علاقته الكبيره مع يوسف العلمي لما كان وقت منتصر مدير رياضي، يوسف العلمي تقريبا كان رئيس فرع اعتقد او مرافق الفريق. دونك هذا نمشي مع حسام انه مهم انه المجموعه تعرف بعضها، وحتى الاختيار نتاع المدرب بالنسبه ليه مدرب يعرفوه يثيقوا فيه، هناك علاقه كذلك بيناتهم وثقه متبادله، نتمناو انه هذا ينعكس على النتائج في النادي الافريقي. دونك اول نقطه هو انه الهيئه التسييريه هذه اللي جات دونك هي بمثابه تحضير للهيئه اللي مش ننتخب. النقطه الثانيه انه في المره الاخرى ما لقيناش هيئه جمله، دونك حاجه باهيه في جوليا قصدك، والهيئه هذه تو لا تقول لي لا برنامج عمل ولا خريطه الطريق ولا كيفاش مهم جاي اللي يسمع فيك كيفاش معروف 4 سنين المشكل الكبير نتاع النادي الافريقي هو خلاص الديون ولا تاهيل منتدبين ولا شيء زر، خاطر اهم شيء هو عدم انك توصل الى
خصم نقاط. ثم قضايا تري بيانتو في مارس أهلوش. ما هوش هذا البليزام الأهم، راهو الأهم هو مشكلة النقاط. لو النادي الافريقي قاعد بالترتيب نتاعو صحيح، ودوسيات العاجلة معناتها ثم دوسيات ما تستناش، صحيح انه بالهيئة هذه ثم ثقة مش ترجع، ثم أجواء في فريق الأكابر مش تتبدل، النتائج نتمناو أني تتغير، لكن يلزم خلاص الديون. نعرفوا كذلك لخيان هذوما ما هماش رجال أعمال كبار اللي قادرين يضخوا 10 و20 مليار من مكاتبهم الخاصة للنادي الأفريقي، في نفس الوقت ما هماش شخصيات سياسية بارزة اللي داخلين يعملوا قنطرة للسياسة بالرياضة. هو ملا رحى هل أنه لهذا لهذا ملا رحى، هل أنه ثم وراهم حاجات أخرين أو انتماءات سياسية أو ناس وراهم، موضوع ثاني ذي تو نكتشفوه من بعد. اللي نتمناه نعرفش علاش حس سؤال إنكاري، اللي نتمناه أنه الهيئة هذه ما تجيناش من بعد كهيئة عبد السلام اليونسي وتقول ما في باليش اللي ثم عقد نتاع حسام حاجة عليه في 2016 يسال زوز مليارات، وما في باليش وما في باليش، راك دخلت لرئاسه النادي الافريقي، تعرف روحك على شنو قادم، تعرف روحك على شنو قادم، مش تتحمل اخطاء كل الهيئات المديره السابقه. هما داخلين بحسن نيه وبرغبه كبيره في الاصلاح، لكن راهو توا وقت نتاع انك تجيب الفلوس وانك تخلص وتخلص وتحمل مسؤوليه الرؤساء اللي قبلك، وهذايا معناها هو الاوبجيكتيف، رغم انه نعتبرها شجاعه وي قصوى وكبيره منهم انهم عملوا بلونجون كيف هذا، لانه ثم ناس عندها برشا فلوس وتحب النادي الافريقي وما حبتش تدخل النادي الافريقي. دونك هما نتمنوا لهم كل النجاح والتوفيق، ونتمنوا ان ينجحوا في المهمه نتاعهم. ومهم جدا خلينا ناخذوا توا نحن التابلو اللي خرج نهار الجمعه، اللي خرجوا تحالفنا النادي الافريقي في علاقه بالديون. خلينا نعطيهم مثال شويه سامي، وارقام راهو التوتال في الاخر بالكل 13 مليار و500 ديدي روسون اون توكا الثنائي الكاميروني 1900 1700 مليون، يعني اسمعوا الارقام الخياليه. نيكولاس اوبوكو 412 مليون، ديريك ساسراكو 419، الكلوب بانتيرز نتاع ابراهيم موشيلي 51 مليون، بون حكايه فارغه. اللاعب هذايا معناتها بيير اورليان نغومبي ما تسمعوش ما تعرفوش هذا شكون، ما تخرجش البارك هذا شكون، يحب 360 مليون الكلوب نتاعو، كلوب ايدينغ سبور اف سي، ترانسفير دو بيير اورليان اورليان نغومبي ماتاندا. هذا اورليان نغومبي ماتاندا شكون اللاعب هذايا؟ هل لعب قداش نمرو؟ عمل شي سيونس دونترينمون يحب على 360 مليون، لاعب النادي الافريقي، لاعب النادي نتاع ساسراكو يحب على 350 مليون، اتلتيكو مدريد تحب من النادي الافريقي في ترانسفير تاع عبد القادر السيتي تحب 319 مليون، مش فاهم من اتلتيكو مدريد تلوج على 319 مليون. فابريس اونداما هاي الدامه الكبيره، فابريس 2 مليارات ونص، اولمبيك دو مارسي في انتقال صابر خليفه 3 مليارات و900، 4 مليارات، هام 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 الدم اخر سطر. يوما يوانتوس جار 150 مليون، فؤاد الخزري 7 فؤاد الخزري خو وهبي الخزري، ماركو سيموني مليار و700، والزوز ماركو ولا اندريا لي زادجو نتاعو كل واحد يحب 430 مليون فوا دو، يعني مليار مساعدين نتاع ماركو سيموني. مال اخويا كي تبرم عقود وما تعرفش كيفاش تنهيها. التوتال 13 مليار. باهي ثم اي اجون جوار معز الشابي 626 مليون. تتذكر هذه وقت شنو حكايتها؟ اي نتذكر وقتها صار فيها حق رد وكذا ومش صحيح. وقت عمل العقد مع سي معز الشابي الوكيل الاعمال على كل الصفقات، يعني مش حتى كان الصفقه اللي تجيبهم هو، اي صفقه تدخل النادي الافريقي ياخذ منها. يعني في النادي الافريقي واضح يعني بدع صارت، وناس فتحت عقود. مش بداع نادر، فساد. اي فساد، برافو عليك. مش بداع، يعني بداع فيه اللي بداع على غلب غلطت عملت حاجه ما تفق نعباها، ما هذا فساد. ما نتصورش بكل المقاييس ان الوخيان هذوما ويجب المحاسبه قبل كل شيء. يا خويا الوخيان هاو قدامه التابلو صحيح، ومن بعد ثلاثة عامين ما نقولوش كيفاش ونعاودوا نفس المعبوكه نتاع اليونسي، خاطر اليونسي كي تخلى وقت في 2018 كيف كان عنده تابلو نتاع سليم الريح وقال نتحمل المسؤوليه، ومن بعد قال جيت ما لقيتهاش جانا. في بالنا اللي انت جيت ما لقيتهاش جانا، مازالوا على الاقل 19 شكايه محلية
في الجامعه نتاعنا تقريبا 6 مليارات اخرين نتاع ديون هذه هنا محليه موجوده. به دونك نذكروا مره اخرى انه الانتخابات نهار 21 فيفري من هوني الوقت نشوفوا اخر المسجدات. باش نحكيو تو سويت على المسابقات الافريقيه. باش نبداو بالحديث بالتشامبيونز ليغ وترجي رياضي تونسي فوز 2-1 نهار سبت امام نادي تونغيث السنغالي. شيفر دو جور حسام باش ندخلوا مباشره في الجانب التكتيكي والارقام اللي باش نقولوها توا باش نحاولوا نفهموا ونستنتجوا منها وباش نعرفوا اين الاشكال بالضبط في الترجي الرياضي التونسي. الرقم اللي هو الاول هو 14 تسديده عملهم الترجي فقط 5 مؤطره. الرقم الثاني هو 5 فرص سامحه للتسجيل نجاح 40% باعتبار تسجلوا زوز بونتو من الخمسه. التمريرات الرقم ذي مهم جدا 509 تمريره مع نسبة نجاح 84% يعني أرقام مرتفعة جدا. لكن هنا يصر تحت لكن التمريرات المفتاح الكي باس أو التمريرات اللي جابت خطر يعني فقط 5 تمريرات من 509. السؤال هنا يا حسام هل من خلال الأرقام ذي نجمو ونقولوا أنه الترجي عنده فعلا عقم هجومي وإشكال كل ما يلعب في الملعب الأولمبي بيراتس؟ صحيح الأرقام معناها مش إيجابية بكل، لكن نعاود نرجع أيمن ونعاود نرجع لكلام اللي قلته وأنا عندي شهرين التالي بعد ماتش بنغازي وقت اللي كمال القلصي قال أنا الرا في تحسن من المباراة الأخرى. قلت له أنا مانيش الرا في تحسن، كانش أنت ترا في تحسن، أنا مانيش الرا في تحسن. والمشاكل اللي قلت عليها أنا على الأقل تتذكر أيمن ايش قلت لك أنا في الاسبيرانس؟ قلت لك محتاجة إلى ظهير يسار، محتاجة إلى قلب دفاع، ومحتاجة إلى مهاجم. اليوم الجهة اليسار عقيمة بتاتا، لا دفاعيا لا هجوميا. الشتي تقريبا ولا سونتراج ديسيزيف ولا تمريره حاسمه ولا اضافه في وسط الملعب. معناه هاني معاكم لا تنسوني. قلب الدفاع باستثناء بدران توغاي باهي وكهو، اما نعرف احنا قلنا كي باش تلعب في الشامبيونز ليج في المستوى العالي محتاج قلب دفاع اخر معاه قوي وسريع ومحتاج ثالث، معناه مش حتى زوز بركه. والمهاجم جابوا مهاجم بدا يدخل في الجو بركة البونت وقت اللي جابوا مهاجم اول ما دخل سونتراج بي طلع حتى في الشبكه. هما زوز مهاجمين اللي جابوهم لعبوا توغي دخل. انا في شغلته برشا توا في توغاي وتوغي ما تجيبوش نحكموا عليه برشا مازال نقص ريتم. هنا توا نمشيو على المباراه اليوم. اول شيء مش عارف انا خاطر ما عنديش الاسباب بالضبط علاش بالرمضان على البنك. اختيارات انا ما نعملش اختيارات. احسن لاعب عندي في وسط الميدان نبدا به في على البنك في اهم مباراه هي اللي افتتحت الشامبيونز ليج في رادس. ثاني شيء تذكر نادر اش قلت انا ثلاث جماعات التالي دي مو وجهه نظري مش معناها هي الحقيقه. انا وجهه نظري وجهه نظري انا اراو في الوقت الحالي مش الفالور تاع الجوار. في الوقت الحالي كوليبالي عبء على وسط ميدان الاسبيرونس. قلت راو ثقيل في خراج الكوره، راو ريتم لون ما عادش عنده كل كان قبل يمشي وساعات يزيد في الهجوم ومركز فكان كنت ريتوال في سوسه فك الكوب دافريك معناها كان يعمل. اليوم ولا ثم ثقل في اخراج الكره حتى في تحركاته. انا كنت نخير اللي بالرمضان يلعب من الاول كل ما يلعب. السؤال هنا في خصوص كوليبالي، هل بمقدور الترجي الرياضي التونسي انه يستغنى على كوليبالي وقت اللي نشوفوا الفريق مثلا السنغالي اللي يلعب على عكس الهجومات ووجود لاعب كوسوسوا كوليبالي ولا غير كوليبالي البروفيل نتاع كوليبالي في قطع الهجومات نتاع الفرق اللي تلعب على عكس الهجومات، هل قادر الترجي انه يتخلى على الدور هذايا؟ هذا هو السؤال. وقت اللي تحكي لي على كوليبالي اللي كان يفك لك الكرات وسط الميدان ويقطع الهجمات نمشي معاك، اما اليوم قاعد يفك في الهجمات قاعد يفك في الكرة لا. قاعد يخدم دور دفاعي. كان جا كوليبالي نتاع عمناول مش ما يتخلاش ما يخممش تحط كوليبالي وتبني عليه 10 اخرين. اليوم كوليبالي لعاد يفك في برشا كور واصبح ثقل في بناء الهجمه. ثم اليوم معناه زمنا نتفهموا انيس البدري ديسيزيف اما مازال على المستوى البدني والريتم تاع المباراه مازال مش انيس البدري يمشي يهز لك ويعمل لك 30 متر ويراوغ لك ويدخل لك ويجيب لك بينالتي ويرجع مازال سي نورمال عنده ما لعبش كوره. وقت اللي يرجع البدري الى مستواه، وقت اللي يرجع لك الهوني الى مستواه، وقتها تنجم تلقى. اما الاضافه نتاع الازهره ممكن النجاز يعمل في عمل ويمشي ويجي، اما مازلت تمشي في كاسيتي، لكن الجهه اليسرى مازال ثم مشكل كبير. مازلت الترجي الرياضي اللي يستناو فيها جماهيرها، لكن راهو ماهيش حكر على الترجي الرياضي. اليوم مازنبي تعادل في ميدانه، الزمالك تعادل في ميدانه، البدايات مازالت راه ما ثماش فريق اللي تقول هذايا فريق
يخوف. هنا يتساءل هل نجم نحكيه على بدايات ونحن في وسط موسم خاطر لعبنا ديجا 14 مباراة في رقم كل على 14 مباراة مش على مستوى البداية. أنا فرشت أنا في الزمالك عملت ماتش كبير ماتش كبير ماتش كبير أما نحكي لك قلتك متى ما نحبش انا نعطي حكم قطعي على مستوى الاسبيرونس على ماتش البارح على ماتش اي جوله الافتتاحيه اللي جولة لكن المستوى يحير صراحه. معين شعباني يلزمه يلقى حل. هنا هناك ثم بعض المؤاخذات على معين شعباني كذلك. فراس سؤالي هيك هل الفريق السنغالي هو من اجاد واحكم غلق المنافذ امام الترجي نهار السبت اما الترجي ما لقاش الحلول اللازمه؟ هو نبدأ بالفريق السنغالي كان حاضر متفرش في الترجي كيما يلزم معناتها كي تتفك الكرة وباش يلعب لي كونتر اتاك حتى في الفيو دو ستات عمل حتى يمكن اكثر دي كونتر اتاك من الترجي في المقابلة اصلا فريق يعني محترم صراحة. فريق محترم لعب حظوظ يمكن حتى في الاعلام السنغالي فما شوية حتى بريسك خيبة امل انه ما كانش ما روحوش بنقطة التعادل يعني على ما كان اداء الترجي محير. الفريق كان حاضر عرف يلعب ديريكت معلمين داير لاكسيون تاع الهدف واضح معناتها يعرفوا انه فما ظهير ما يرجعش معناتها ممكن فما خطا من بعد من الاكسيال هذيك حاجه اخرى. اما زاده من شيره اخرى انا مانيش موافقك حسام كي تقول ما نجمش نحكم قطعيا. المقابله نتاع الترجي هذي عندنا 6 شهور نشوفوا فيها معناتها من رجعنا من الكوفيد بعد الفاق الاولانيه مرحله الاياب نتاع البطوله والذهاب نتاع السنه الترجي لم يقنع احدا. تعرفش معناها قطعيا انا فراس معناها قلت لك كان الناس تخمم كان هذا الاداء خاطرك تقول هذا الاداء وهذه ترجي رياضي معناها مش مترشح في المجموعه كان بهذا الاداء لكن انت ما تنجمش اليوم تقول بالمستوى هذا ترجع هو في كل الحالات ثم اشكال فيه ثم اشكال قلت في مش اليوم في رادس وهنا خذيت انا لي زيكزامبل هنا فقط مع تتفاعل مع بعضنا. الاشكال اللي في رادس ماهوش جديد ومن عامناه والعامناه في الوقت هذا وحتى قبل الوقت هذا كانت تذكر نادر ثم اشكال حكينا على نفس الموضوع نتاع اشكال عدم وجود الحلول في رادس امام الفرق اللي تتمركز بالكدا حكينا عليها في مباراه اولمبيك اسفي حكينا عليها في مباراه النجم اللبناني كانت تتذكر وقتها في البطوله العربيه سبور تشادي شبيبة القبيل وفيتا كلوب عاملين في الشامبيونز ليغ في لي فازي بول هذوما المباريات الكل لقى فيهم الترجي صعوبات يعني النسخه نتاع نهار السبت تقريبا نفسها قاعده تتعاود وهنا المشكله في الحلول. انا علاش اليوم ممكن نكون قطعي واقصى على الماتشات الاخرين خاطر هوني عندي التشكيله ذي ليكيب تيب نتاع الاسبيرونس هذوما احسن 11 ينجم يقدمهم الترجي في الجوله الاولى ضد فريق اول مره يشارك ضد فريق اضعف الهوني ناقص الهوني كمان ناقص الهوني مش مشكله المرزوقي بريسك انترناسيونال معناتها الهوني بمرزوقي في راس باهي خويا مش مشكل اما تمام سامحني برشا على بعضهم معناتها الترجي كي خذا المرزوقي على اساس باش يلعب زاد هو في دوري الابطال وهذا بلاصته معناتها ماهوش جوار اللي صغير ولا عمره ما لعب ولا لكن مع عوده الهوني تلقى حلول اكثر ينجم انا مشكلتي ماهيش من الهوني انه فما غياب نتاع فون دو جو للترجي هذا هو المشكل. انا اليوم اكبر مشكله في الترجي هي بنغيث بنغيث وينو عنده من اللي جا مرة في 3 شهور فما مقابلة باهية البارح أنت في التوجه الهجومي متاع البوست متاعك أنت اللي تخلق الديزيكيليبر أنت اللي تجيب الفرص أنت اللي تجيب العمق في الهجوم معناتها هذي مشكلة كبيرة. كوليبالي نفس الشيء كان كوليبالي قص في الكور اللي هو حاجة ما هوش يعمل فيه زادة فما مشكلة زادة بون غيلان شعلي اللي بليسي هبط برمضان تحركت شوي لكن أكثر من هذا نحسه أنه كان يلقى الترجي فريق في رادس واقف مينيمم كيما يلزم ينجم يدخل بعضه الفريق معناتها حتى ليزاكسيون تاع الاهداف معناتها سي بريسك دي في جو معناتها معناتها ضربه جزاء ممكن من محض الصدفه جات معناتها هي صحيحه اما لاكسيون انه جوار شاطها في صاحبه ضربت في يده معناتها ماهيش اكسيون كونسترويت والترجي يضغط في الاخر سونتراج طايش والهدف الثاني بون الجولز لق ميريت للمهاجم كان ميريت للمهاجم كان في بلاصته اما نحكيو انه الترجي ما جابش عدد هائل من الفرص اللي قلنا والله ما فما مشكل نتاع ريوسيت قدام الكاش 5 فرص هو الرقم نتاع اللي حكينا 5 معناتها في بلادك انت تحب تهز تشامبيونز ليغ ضد فريق كيما هذا متواضع تعمل 5 فرص كهو ومنهم برشا حتى دي سيتياسيون مش حتى فرص سيكو فما مشكل نتاع لعب اكثر منه مشكل اسماء نادر هل لازمنا نقول نكونوا اليوم قاسين مع ترجي راضي تونسي في الجوله الاولى الافتتاحيه من دور المجموعات والا نقول انه الترجي خذا 3 بوان والخدمه في الفيكتوار خير من الخدمه في الديفيت. الاشكال الناس كل قاعده تتحدث على ثم اشكال نتاع فون جو في الترجي الرياضي التونسي باهي الاشكال هذا تخلينا نفهموا
من وسط الميدان من التركيبة من الأظهرة. خاطر هنا زاد مهم جدا نعطيك بالطبيعة على الحرية، لكن مهم جدا عندنا دي ستاتيستيك باش نخرجوهم على إلياس الشتي وحمدي نجاز ولابور نتاعهم معناتها هنا في الجانب الهجومي كذلك في الجانب الدفاع. الإشكال أين بالضبط؟ خلينا نفهم وعلاش الترجي اليوم يلقى صعوبات والمباراة تتكرر كل مرة في رادس يلقى صعوبات. هو أول شيء نحكيه على فريق كسب 3 نقاط وانتصر بطبيعة به، لكن التطلعات نتاع الأحباء نتاع كفريق نتاع الترجي الرياضي اللي تذكروا عمناول كانت تذكروا المباراة نتاع الرجاء في المغرب، يعني الشوط الأول الترجي تقولش يلعب مع فريق من القسم الثالث، يعني سحق الرجاء البيضاوي يعني ترجي عالمي مش لعب بنفس تقريبا الملاعبيه هذو مستوى معهم وقت كوامي وكذا. لا لا اوكي تقريبا حتى ثم تغييرات اي بن غيث وبشتي وبدران وكذا. انت فرضت في الملاعبيه انت دبت اخرين، بالعكس السنه الفاتت من قبل الرجاء فريق اخر خرجوا الناس الكل بن غيث بكوامي الهوني ما كانش يلعب ديما، دونك لقى تشكيله المره هذه كيف كيف الرجاء عنده التشكيله نتاعو. لما تشاهد من قبل الزمالك مدرب الزمالك اول حصه تدريبيه المفروض يشكر الملاعبيه نتاعو مقابله مستوى ثم نسق نتاع مباراه فرص عديده توفى 5 كان فرجه يعني انا متبع كي نشوف الزمالك لا تشيخ نقول تشيخ كوره نشيخ كوره بالمقابله عملنا بها كيف ونقول هذا فريق نتاع مربع ذهبي منذ المباراه الاولى ما ثماش كلام. تشوف فرجاني شنو اللي عمل هو طارق حامد وتشوف كذا متعه. الترجي المشكل انه ما ثماش فرص سانحه للتسجيل. تنشيط الهجومي جماعي، انت قلت لي مسؤوليه شكون؟ مسؤوليه جماعيه لانه تحس انه ثم اشكال. انا مشكلتي على مستوى الرغبه، على مستوى الروح، على مستوى الموتيفاسيون. ثم حاجه، ثم فيح ناقص، ثم حاجه نحسها ناقصه في الترجي الفترة هذه في الملاعبية بيدهم في كل شيء. كي تقول لي انت موتيفاسيون معناتها الملاعبية ماهمش موتيفي في الترجي ثم حاجة ناقصة، يعني الفريق تحسه ما مش كربوري ان انسبير با كونفيونس، يعني ما يعطيكش ثقة انه هذا فريق نازل عنده آلية نجاح يجب البطل ويحب يرجع التيتر نتاعو. اذا كان تغيب الحلول الجماعية تلقى الحلول الفردية الفردية، اذا كان تغيب الحلول الفردية تلقى الكرات الثابتة، اذا كان تغيب الكرات الثابتة تلقى حق. فهمت؟ دونك هذا الاشكال انه الفريق ماهوش ثم تنشيط هجومي جماعي غير مفهوم. الشتي السنه الفاته واحد من نقاط قوه الترجي. شو اللي تبدل السنه؟ بن غيث اللي حكيت عليه واحد من نقاط قوه وسط الميدان. قاعدين نشوفوا في الاكران قدامنا لي ستاتيستيك نتاع الشتي وال 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 لي باس نتاع الياس الشتي وين قاعدين ماشيين نشوفوا فيهم الكل تقريبا للعرض ولا كوره في العمق. هذوك اللي بالاحمر الكل لي باس نتاع الشتي. شوف انا بالنسبه لي انا الشتي راهو في الترجي يكفي، راهو قادر انه يعطي الاضافه لانه برهن. اذا كان ملاعب يعطاك مستوى معين ومن بعد تراجع لازم تسال نفسك علاش. هل انه مشكل فردي شخصي خاص باللاعب او مشكل جماعي، مشكل توظيف ملاعبيه، مشكل تحركات ملاعبيه؟ الترجي يلعب ما ثماش نسق في بناء الهجمه نتاعو، ما ثماش تغيير نسق، يلعب على وتيره واحده. ايوه علاش 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 شنو هو الاشكال؟ علاش علاش ما فماش تسريع في النسق؟ علاش ما فماش باس اونتر لي ليني؟ وعلاش ما فماش رغبه؟ اشكال نتاع تنشيط هجومي، اشكال نتاع الصنع لعب، خدمه اونترينمون، اشكال تكتيكي، خدمه اونترينمون. هذا كله في بعض، خدمه اونترينمون. قولها يا افول. يعني كيف فريق ما عادش يخلق فرص عديده، ما عادش يخلي المنافس في نصف الملعب ويهز يمين ويسار وكرات في العمق وتسديدات والفرص تتالى باش تجي الاهداف بالضغط. هذاك علاش قلت لك نادر يلزم معين هنا هو اللي يلقى الحل. هذا كله ماهوش موجود، هذا كله مش موجود، ولازم ترجي معناتها يلقى الحلول اللازمه. ومعناتها توا مهم جدا انه 3 نقاط وترجي متصدر في المجموعه نتاعو، تروح جاي ديبلاسمون في الجزائري نجم على الاقل الجير باعتبار انه عنده 3 نقاط وهو لوبجيكتيف اليه اتان، لكن الصعوبات والاشكاليات لازم معناتها يصلحها توا ونقولوا عليها توا خير من اللي قبل معناتها تصير لا قدر الله حاجه ما يحبوهاش الجماهير وإدارة الترجي. باش نخرجوا فاصل صغير وباش نرجعوا بعد الفاصل نحكيوا على مسابقة الكاف البارح زاد الاتحاد المنسيري ونجم الساحلي ونادي رياضي الصفاقسي نتائجهم وشنو عملوا في مسابقة الكونفدرالية.
سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل. رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:53 دقيقة، نحكيوا على كأس الكاف، مباراة الدور التمهيدي المكرر الذهاب اللي تلعبوا البارح، والبداية باش تكون بالاتحاد المنستيري. تاكو تاك، موضوعنا في التاكو تاك، الاتحاد المنستيري والرجاء البيضاوي. بتبيع نتيجة المباراة هدف مقابل صفر، تفرجنا فيه المباراة البارح. نتيجة المباراة والأداء متاع الاتحاد المنستيري خاصة في الشوط الأول يخلينا نتسائلوا في التاكو تاك. حسين عندك برشا، ما خديتش صوت الحكمة. نعتبروا أنه الاتحاد لا أمان هكا اليوم كابيتا نصعد حكمة فرد مرة، ما تذيبش تصرف منها من هون لآخر العام. الاتحاد المنستيري هل نجمو نعتبروه أضاع فرصة ذهبية لتسجيل أهداف والفوز زاد في المغرب بالذات، أم تعتبر نتيجة عادية محترمة قادر على تعويضها الاتحاد المنستيري في الإياب في ملعب مصفى بن جنة؟ ديما بتبيع سؤال ذي من خلال أداء الاتحاد المنستيري، الفرص اللي جات، الفرص زاد اللي ضايحهم الرجاء البيضاوي واسم الرجاء البيضاوي والمباراة اللي تلعبت في المغرب. فراس وحسين، معش كنت حاب نبدأ؟ نبدأ مع فراس ونبدأ معك أنت نادر وفراس، معش كنت حاب نبدأ مع فراس؟ نبدأ مع فراس. تعتبر إنه المستير أضاع فرصة لتسجيل أهداف إضافية والعودة بنتيجة أفضل، وإلى نجم معناتها يرجع في سكور في بن جانيت، وتعتبر نتيجة عادية ضد الرجاء البيضاوي 3-2-1 توب كرونو؟ أنا على المقابل نقول أنه الاتحاد المنستيري ضيع فرصة أنه يسجل مش أنه يربح، خاطر على الشوط الثاني الرجاء البيضاوي كان ينجم يخرج بالنتيجة أعرض من هكا بشوي. أنا قلت في حصة سابقة أنه الإمكانيات ما عنده حتى معنى في الكورة قد ما المدرب هو اللي يهم. المنستير ورى في الشوط الأول قال له راهو كي عبد عندك أفكار متاع كرة قدم تنجم تقدم كورة حلوة مهما كان أسماء اللاعبين قدام فريق لاعب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا. دونك يمكن المباراة الإياب بالحظوظ ما زالت قائمة، هذا ما فيهش كلام. اللي ممكن خلى الرجاء يربح هو الخبرة، كان ملاعبية المنستير يحطوا شوية جير متاع خبرة ينجم يكون عندهم شانس في الرتور. بمقدور الاتحاد المنستيري انه يرجع في الاياب في ملعب مصفى بن جنيد ضد الرجاء البيضاوي. نفس السؤال نادر داود، 3-2-1 توب كرونو؟ نتيجه ممتازه جدا الاتحاد المنستيري، نسق كبير بصراحه الرجاء، تشوفها كيما طلع في النسق حاجه اخرى، رحيمي وحفيظي ودنيا، فريق ممتاز جدا بصراحه، المستوى بعيد على بعضه بين الرجاء البيضاوي والاتحاد المنستيري. ذاك عاش نتيجه 1-0 نتيجه جد ايجابيه للاتحاد المنستيري. نتمنى انه في المنستير بالفرصه هذه اللي جاتهم انه ما كانتش النتيجه عريضه في الذهاب، قادر الاتحاد المنستيري انه يحدث المفاجاه بصراحه، لانه الرجاء حاليا متصدر الدوري المغربي وقاعد يقدم في مستوى كبير وعمل مقابله كبيره، والمقابله مش تكون صعبه، ويعني قادر يسجل لك الفريق هذا في اي ملعب. هذه ما عنديش علاقه لا ذهاب لا اياب لا في المغرب لا في تونس، ما فماش جمهور، لكن المشكله انه فريق الرجاء فريق ممتاز، عنده فرديات وعنده لعب، لا عنده تغيير نسق لعب في اخر 18 متر الحقيقه. انت تتفرج في الدار وتدوخ، خلي الملاعبي غادي يسير بلاصه، ما قصرش الاتحاد المنستيري ما قصرش مع كذلك الحفيظي والرحيمي اللي عادوا مباراة ممتازة، لاعبين ممتازين جدا، وما نساوش غياب المتولي محسن متولي فوالا. به نفس السؤال انت صوت الحكمة حسام الحاج علي، نكمل معك فرد مرة لتوالو سيسيس. شوف، هي هدف مقابل صفر على ما شفناه في المباراة تعتبر نتيجة طيبة، خاطر وجهة نظري 1-0 ماهيش نتيجة طيبة بكل، خاطر صعيب مع منافس كما هذا انك تمركي 1 ولا 2 في تونس وما تقبلش مع فريق عنده لاعبين بسرعه رهيبه، وعنده اهم شيء في كره القدم اللي كنا نتكلم على الاسبيرونس ما ثماش، اللي هو تغيير النسق. راي الكوره مش تلعب بنسق سريع ولا بنسق بطيء، الكوره باش تباغت المنافس هو تغيير النسق في 30 متر الاخيره، وشفنا البارح الرجاء في النقطه هذه حاجه لعبه بنسق بطيء في نص الملعب كره تقصيره في 5 سكوند تك 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 تلقاهم 3-4 سنتيمتر البونت والبونت وصعب له 4-5 غير الهدف هذوك. لكن مع هذا حسام مش حبيت نقول انا من خلال السؤال هذا فوالا، هنا الهزيمه كانت نجم مثلا 2-1 وكانت تنجم تكون 4-1 برشا، وكانت تنجم تكون 4-1 صحيح افضل برشا من هدف. تحكي على الفرص اللي ضيعتهم ايمن مستير، لازمك تحكي على الفرص اللي ضيعتهم الرجاء الشوط الثاني هما اكثر. علاش قلت لك علي شفته في المباراه كان نجم يكون 1-0 وكان نجم يكون 4-1 وكان نجم يكون 5-2 وكان معناه كان باش تحسب كل الفرص ضاعت، الاخرى ضيعت 5-6 ومستير ضيع 2-3 كانت ماركيو الكل. لكن في المجمل على ريناه لسعد جرده والاتحاد المنستيري بالامكانيات وبنقص الخبره عملوا مباراه محترمه جدا، وننتظروا في الإياب صعيبة الماتش
لكن الامكانيات موجوده ومستير قادر يقلب المباراه. والكل وراء الاتحاد المنسي يعني 0-2-0 تنجم جوست حاجه على المستير هو تو بالسكور هذا الاتحاد المنسي ما عاد عليه حتى ضغط معناتها خسر في الذهاب الفريق الرجال البيضاوي مبدئيا اكبر منه اكسترا معناتها ماذا بيا انه المدرب ما يحسبش يدخل بالليتا ديسبريم تاع الشوط الاول المستير ورى في ميتون انه قادر انك تنزل على الرجاء تجيب فرص توصل للكاج يواصلوا بالاسبري هذا ونصفقوا عليهم مهما كانت النتيجه في الاخر. كلمه وميساج لياسر جلاسي ربي تستر. لا الفتره الاخيره كانوا ثم ساتيسفاكسيون هكا نوع من الرضا التام على المردود فاسيليتي سهوله في اللعب ثقه زايده الكره ما فيهاش امان يا جلاسي عايش ولدي ارجع كما كنت باكثر رغبه باكثر اصرار باكثر عزيمه خلي في تفكيرك دائما اللي انت الملاعب اللي ما زلت تحب تفرض روحك وتظهر امكانياتك صحيح مش في علاقه بالعروض صحيح منظمك العروض صحيح جاتك عروض خارج مش خارج من حقك ولدي لكن صحيح لكن حسيتك في الملعب بديت عايش ولدي تعمل في الزايد وصاحبك وحده ما تعطيش باس بلغه الكوره تاع محبه في قال روحك عايش ولدي. باهي في 30 ثانيه حسام الحاج علي نجم الساحلي بوفالوس واثنين بواحد وسيسيس مع كيغالي 4-1 نتائج عاد نجموا نعتبر انه سيسيس والاتوال قبل الماتش نعرف نقول واحنا في الافريق وما عادش ثم مباريات سهله ومنافسين صعاب لكن قلت قبل المباراه انا بالنسبه لنادي رضي صفاقسي ونجم رضي الساحلي متعدين ويفكروا في دوري المجموعات اسواتيني ورواندا نحكيو عليهم بعاد برشا على الاتوال والسياسات 20 ثانيه على الاتوال والسياسات سولا وادو وكوليبالي نتاع نجم رضي الساحلي احسن ثلاثه منتد معناتها دي جوار اترونجي في البطوله يظهر لي على 6 شهور في الوقت الحالي هل توافقه الراي نعم ام لا؟ من المنتدبات ان ناجح من المنتدبات خاصة كوليبالي اللي قاعد يتحول معناتها ويدو بالضبط مشكور جدا حسام الحاج علي فراس كافي ونادر داود ملتقانا ان شاء الله غدوة كالعادة في نفس التوقيت سبور بلوس يوميا من اثنين حتى للجمعة مشكورين الناس كلكم في المتابعة والاستماع تبقوا على خير.